this. Why? When I go to the court, it's a religion court, religious, sorry. So I'm gonna meet Sheikh. She must be restrictive, so I have to wear it on my shoulders like this. Some wives and some women really face some difficulties to get divorced or to get their kids in their nursery. It's not one report. So it's a full project. What would be a success to change it? لما هي هون بداية بنية التشريع عندنا في البلد وقانون الأحوال الشخصية بالسابق، هل بتشوف من القضايا اللي بتشوفها يوميا انه منصف للمرأة؟ أو هل بيشكل تشكي النساء من انه غير منصف ومشكل؟ يعني القانون عالج مشاكل كثير في الأحوال الشخصية، لكن احنا تقدمنا منذ عدة سنوات بمشروع قانون أحوال شخصية فلسطيني، وهو مقدم أمام المجلس التشريعي منذ عدة سنوات ولم يتم مناقشته أتوقع حتى الآن. احنا هنحكي لكن احنا بس بدنا جواب هاي النقطة، انه هل سن 14 سنة و6 شهر و21 يوم او 15 سنة هل هي مؤهلة عقليا وخلينا نحكي ثقافيا؟ نعم، اذا كان هذا السن هي مؤهلة طبعا للدخول في الحياة الزوجية، ولكن يعني يرجع هذا الأمر إلى الثقافة البيتية يعني الموجودة عند والدتها أو والدها، يعني الثقافة البيتية عنصر مهم عند الفتاة. الزواج المبكر، شو رأيك بالزواج المبكر؟ والله أنا مش مع ولا ضد، بس أنا بالنسبة إلي حلو البنت إنها توفي تعليمها، إنها تكون شخصية خاصة فيها. بس بحكي إنه في قوانين ما مرات بتكون مش مرتبطة بالدين، يعني مرات تكون في أشياء في الواقع تحتاج لقانون، يمكن إنه الدين نفسه مش ما في لها يعني في الدين إشي يعني.